بتتصرف من خلال الاعلانات المجانيه وكده، بتبقى افلام وحاجات كده. اشتغلت على افلام هناك، عملت افلام، فكان في دكاتره بتقول لي انت يعني يجي منك انت مؤسس حلو وكده، يعني جالي فيدباك حلو من الناس. ابتديت اشتغل في افلام مع دفعه اكبر مني ودفعه اصغر مني، بقى في ناس بتطلب ان انا عايز امثل معاهم في حاجات زي كده. فكرت في حوار الاعلانات، قلت ليه طب ما اعمل اعلانات برضه، يمكن دي اي حاجه يعني اي حاجه ليها علاقه بالميديا او التلفزيون اي حاجه. عملت كاستنج كتير جدا، ما خدتش حاجات كتير قوي، فقلت فوصلت لنفسي وقلت ليه طب كنت ساعتها تخين، كنت 94 كيلو. فقلت يعني اعمل حاجه بحيث ان انا اوصل لده. فالحمد لله يعني في 10 شهور اللي هو رقم كبير يعني نزلت 24 كيلو بقيت 72. لما بقيت 72 رحت عملت كاستنج تاني الحمد لله برضه، بس طلعت مش فاكر من ليا ولا الواحد اللي هو الهيرو يعني، طلعت حاجه يعني، بس قلت الحمد لله وصلت لحاجه يعني. بعد كده اشتغلت في نفس الحاجه